يعطيكم العافية. تكلمنا في المحاضرات الماضية وانتهينا عن موضوع الكومبليت دينشر، الطقم الكامل اللي ما عندهم ولا سن وفقط عندهم اللثة. كان الهدف من الكومبليت دينشر انه نعوض الأسنان بالإضافة للثة، زي ما هو واضح عندي بالصورة. فأنا عندي فول دينشر نعوض فيه الأسنان واللثة عن طريق الأكريليك. فأنا عندي أسنان بتعوض الأسنان، وأكريليك بيعوض لي التشو أو البون المفقود. أوكي، ف الان حننتقل لموضوع جديد اللي هو الار بي دي، ريموفابل بارشل دينشر. تمام، احنا غطينا الريموفابل كومبليت دينشر، الان ننتقل للريموفابل بارشل دينشر. طبعا بنعرف انه ريموفابل بارشل دينشر هو طقم جزئي راح يعوض جزء من الاسنان وليس كامل الاسنان مع شوي من التيشوز. تمام، فاذا الفرق بالتعريف بين الريموفابل كومبليت والريموفابل بارشل انه الريموفبل كومبليت راح يعوض كامل الاسنان، بينما الريموفبل بارشل بيعوض جزء من الاسنان بالاضافه للتشو. فاذا التشو راح يتم تعويضها بالحالتين. اوكي، لانه طبيعيا لما انا افقد السن اجباري العظم اللي حواليه شوي شوي راح يذوب، فانا لازم اعوضه. تمام، الان زي ما هو مكتوب انا عندي ريموفبل كومبليت دينشر، بنعمله للناس اللي بدهم فول ماوث ريهابليتيشن، يعني بدي اعوض كامل الامور، الاسنان كامله واللثه كامله والبون كامل الى اخره. تمام، هسا من الفروقات بين الكومبليت والبارشل انه الكومبليت كان بيعتمد على البريفيرال سيل للريتنشن. بريفيرال سيل للنسين هو الادهيجن والكوهيجن اللي بيجي من الاطراف. تمام، انا عندي ادهيجن وكوهيجن من اطراف الدنشر، فهو بريفيرال على الاطراف، بيمسك الدنشر في محله، بيعمل زي السكشن، زي الادهيجن والكوهيجن بتعمل له هي ريتنشن. فاكيد نعرف نذكر مصطلح الريتنشن في اللور والابر دينشر. اكثر منطقه في الابر بتعطيني ريتنشن هي البوست دام اريا، واللور عندي بيريفيرال سيل بنعتمد عليه بشكل اكبر من الابر يعني. تمام، ف بينما الكومبليت ريموفبل بارتشل دينشر لا، انا ما في عندي فلانجز، ما في عندي بيريفيرال ارياز كثيره عشان اخذ منها ريتنشن، فبعتمد على ال دايركت ريتينر. ليش سميناهم دايركت؟ لانه هذول بيعملوا لي ريتينشن دايركتلي من السن. شو يعني؟ الان هذا اسمه كلاسب. تمام، الكلاسب راح يجي حوالين السن، شوفوا كيف شكله، عامل زي الهلال او زي الشنكل بنسميه، بيجي زي الهلال، بيجي لما ينزل هذا الدنشر على الفراغ راح هذا المكان يلف حوالين هذا السن، فزي كانه مسك بالسن، راح يصير صعب انه يطلع منه. تمام، فبيعمل زي الدايركت ريتينر، هذا اسمه كلاس بيفوت تحت السن عشان يعمل لي ريتينشن، هذا اسمه دايركت ريتينر، راح نتطرق لهم في تكمله المحاضره. تمام، فالار بي دي از ا بارت ديشن ذات كان ريموفد اند ريبليسد باي ذا بيشنت، ات كان بي اكريليك اور ميتاليك. الان بدنا نميز بين شغله واحده، بين الاكريليك والميتاليك لما نيجي عليها. الان الاكريليك كامل اجزائه عباره عن اكريليك، تمام، لكن الميتاليك ليست كامل اجزائه عباره عن ميتال. اوكي، هو البيس تبعته ميتال، يعني الاساس تبعه الجذع تبعه ميتال، لكن بعدين غطيناه بطبقه من ايش؟ من الاكريل. هاي طبقه من الاكريل وهي طبقه هون من الاكريل. تمام، فالاسنان هذه كان عندي فراغ هنا تم تعويضها باسنان. اوكي، فالاسنان هاي في حواليها شيء اللي هو الاكريليك الزهري، الاكريليك اللي مش حديد، بالتالي الميتاليك هو البيس تبعته ميتاليك، لكن يحتوي برضه على شو؟ على اكريليك. فاذا الاكريليك هو بيور اكريليك، بينما الميتاليك هو عباره عن ميتاليك زائد اكريليك، هذا بس عشان نميز. طيب، التريتمنت اوبشنز للناس اللي عندهم فقدان جزئي في اسنانهم. الان انا اذا كان في عندي ناس عندهم فقدان جزئي، ممكن اعوضهم بالامبلانتس، ممكن اعوضهم بفيكسد بريدج اللي هو التلبيسات والجسور اللي بنعرفها كلنا. فانا عندي فراغ، هذا ممكن اني اعوضه بان احف هذا السن واحف هذا السن واحط عليه فيكسد بريدج. اوكي، او ممكن اعمل عليها امبلانت هذا المكان، او الاوبشن الاخر اني اعمل اورثودونتيك تريتمنت، يعني اقرب هذول الاسنان على بعض بحيث انه يسكروا الفراغ ناتشرالي، او انه تو ليف ات، ما اعمل فيها اي شيء. تمام، كلها تريتمنت اوبشنز، اللي بيقرر هذا الشيء مناقشتي مع المريض. تمام، فانا عندي امبلانت، عندي بريدجز، الفيكست بارشل دينشر بنسميه اسم اخر، الار بي دي اللي هو موضوعنا، او اورثودونتيك تريتمنت يعني نقربهم على بعض او ما نعمل اي شيء بناء على يعني شكوى المريض ومناقشتنا معه. طيب،
هسه تذكيرا بالمصطلحات اللي كنا عارفينها ريتنشن والسبورت والستابيليتي. الريتنشن ريزيستنس اوف ذا موفمنت اواي فروم ذا ايشو، اوكي، سبورت ريزيستنس توارد ذا ايشو، ستابيليتي ريزيستنس فور ذا لاترال موفمنت. بدنا نتذكر هذول المصطلحات كثير منيح. ليش؟ لانه الان انا لما اتكلم عن اجزاء الار بي دي بهمني يعني نستنتج الوظيفه من الشكل، يعني هذا الشكل يعني حنصير نفكر هل حيساعدني بالريتنشن ولا سبورت اكثر وهكذا. فبدنا نفهم ما بدنا نحفظ، اوكي. فمثلا في هذه الحاله انا في عندي مكان مفقود سن واحد، وهون عندي فري اند سدل. طب شو يعني فري اند سدل؟ فري اند سدل هي المكان الفراغ لدنشلس اريا لما تكون اخر شيء في الاسنان ديستالي، تمام، لما تكون لوكيتد موست ديستالي بنسميها فري اند سدل. طب لما تكون فراغ صغير بين سنين بسميها باوندد سدل او سدل حاف، اوكي، باوندد سدل او سدل حاف. فسبيس اوف دنشلزم هذه بشكل عام سدل، فري اند سدل لما تكون لوكيتد ايش؟ ديستالي، ما في وراها سن، لكن لما تكون في بين سنين بنسميها باوندد سدل، تمام. طيب شو التريتمنت اوبشنز اللي عندي؟ من دون ما انا اقرا الكلام، يا اما بحط هون زرعه او بعمل بريدج من هون لهون بس احف الاسنان واظبط هذا اللي بده اندو او بده بنشيل التسوسات اللي عليه، او بعمل اورثو زي ما حكينا وهكذا. يعني كل الاوبشنز اللي حكيناها فوق مطروحه، تمام. ومنها اني اعمل برضو ار بي دي، اخلي هذا المكان ينعمل ار بي دي، تمام، بارشل دينشر على من هون الى هون، لانه حنعوض الجهتين، اوكي، حنعوض ثواني، حنعوض من هون حنعوض الفري اند سدل، فممكن اني امدهم كاملين ببارشل دينشر. طيب الان الفري اند سدل هاي هل بزبط فيها كل تريتمنت اوبشنز اللي حكيتها؟ بعد شيء واحد، ايش هو؟ اكيد حيكون البريدج. البريدج او الجسر لازم يكون بين سنين، الجسر لازم يكون بين سنين، فهنا مستحيل اقدر اركب جسر، بالتالي ممكن اني اعمل امبلانت، ممكن اعمل ار بي دي باني اشبكهم مع بعض، تمام. فهذا التريتمنت اوبشنز اللي قدامي. فاذا عندي امبلانت او ار بي دي، ما في عندي خيار البريدج. في هذه الحالة عندي very long span، اوكي، في عندي سنين ممكن اعمل منهم بريدج، بس مشكلة البريدج راح تاخذوها بسنة رابعة بالكراون، انه في عوامل كثير بتأثر عليه ممكن انها تخلي البريدج ينكسر او ينطعج اذا كان عنده long span، اوكي. فهيك اذا بدنا يعني نعمل بالمجمل نلخص كل شيء حكيناه، for the small area and bounded saddle نقدر نستخدم بريدج او implant، تمام؟ for large areas and free end saddle زي اللي شفناها فوق RPD or implant. for لما يكون عندي both sides فيهم multiple area فيهم multiple saddles، يعني مثلا عندي سن هنا مفقود، تخيل ان هون عندي سنان، تمام، وهذا سن مفقود، وكمان عندي سن وهذا مكان مفقود، فاذا عندي اكثر من مكان مفقود ممكن اشبكهم كلهم مع بعض بايش؟ ب RPD واريح راسي بدل ما احط هون implant وهون implant وهون implant، اوكي، تمام. التايبس اوف ار بي دي عندي اكريليك ار بي دي ممكن نستخدمه از انترم سوليوشن للناس اللي مش متحمله انها تركب طقم كامل من البدايه، ممكن نحط لهم اكريليك ار بي دي كفتره انتقاليه لحد ما نوصل للمرحله الدائمه في الكومبليت دينشر ديورينج تريتمنت. طبعا هذا بيكون تمام، او ممكن نستخدمها مؤقتا لحد ما تجهز الامبلانت، لحد ما نجهز المريض للامبلانت والزرعات، اوكي، او للكومبليت دينشر زي ما حكيت، يعني انه تجهيزه للكومبليت ديشر او للامبلانت. ممكن يكون سبيس مينتينر للناس الصغار في العمر اللي عشان نمنع الدريفتنج للاسنان، الاسنان بالعاده بتريح بتروح ميزيلي اذا كان الفراغ كبير، فممكن نحطه عشان نمنع الاسنان انها تتحرك باتجاهات غلط. تو استابليش ذا اوكلوزال ريليشن شيب في الحالات الفول ماتر هابيليتيشن، مرات بدي احط الابر واللور قدام بعض عشان نمنع الاسنان انها يصير عليها اوفر ايربشن، فاللور ممكن يطلع لفوق والابر ممكن ينزل لتحت، بالتالي ممكن يتغير عندي الاوكلوزال ريليشن شيب. تو كونديشن ذا بيشنت اوف ويرنج ذا دينشر، يعني اخلي المريض يتعود، هسه هو مريض انتقالي عنده في مرحله انتقاليه عشان يركب الكومبليت دينشر، فانا بدي اياه يتعود على موضوع انه يشلحه ويركبه يشلحه ويركبه كذا، فممكن نعوده في طريقه اللبس ونعوده من ناحيه النيورو ماسكولار ادابتيشن، الجسم عضلات الوجه تتعود، بالاضافه للسايكولوجيكال ريزنز انه يتعود نفسيا يهيئ نفسه انه حيركب شيء متحرك، وهذا الشيء صعب على الناس انهم يتقبلوا ان انا صرت كبير بالعمر وخلص لازم اركب الى اخره. طيب الميتاليك ار بي دي بتكون من ماده اساس وماده الكوبالت كروميوم، لكن هذا لا يمنع انه يغطى بماده الايش؟ الاكريليك، تمام؟ تمام. الان فهنا قبل ما نحط عليه الاكريليك وهنا بعد ما انتهينا منه.
متى بنستخدم الار بي دي للناس اللي عندهم لونج ادنشال سبان؟ ليش؟ لان حكينا الفيكست بريدج ما بنقدر نستخدمه. ممكن نستخدم امبلانت اذا المريض قادر انه يدفع. مالتيبل ادنشال سبانس بدل ما نحط امبلانت في كل مكان ممكن نستخدم ار بي دي. فري انسدل اكيد لانه ما بقدر احط فيكست بريدج، بقدر احط امبلانت. وين there is need to restore both soft and hard tissue، لما يكون المريض من زمان خالع وبدنا نعوض الجهتين، فممكن ان نستخدم له الار بي دي لانه في فلانجز في اكريليك زي ما حكينا ممكن هتعوض لي السوفت تيشو. بيشنت ديزاير اذا كان الكوست يعني بتحملش يجيب امبلانت، بتحمل بس يركب ار بي دي لانه تكلفته اقل بكثير. لكن هذا لا يمنع اذا ركب شيء، هذا لا يمنع انه لازم نشيك على الاورال هاجين دائما. اي تركيبه في الجسم، اي تركيبه نحطها داخل الفم والاسنان لازم نحكي للمريض بشكل مستمر انه يفرش اسنانه تحتيها لانها حتجمع اكل اكثر من السن الطبيعي. فالناس اللي عندهم اللي بنركب لهم ار بي دي لازم نحكي لهم انه ينظفوا، لكن يعني بالعاده بنختاره بدل الامبلانت لانه تنظيفه اسهل، لانه هو راح يفكه وينظف ويرجع. بينما اذا كان عنده امبلانت، الامبلانت ثابته، تنظيف من تحتها جدا صعب. اذا المريض عنده الاورال هاجين كومبرومايزد يعني ما بينظف بشكل مستمر ومنيح، الامبلانت حتجمع وسخ وحتعمل ريزوربشن للعظم اكثر وراح تفشل، فوقتها بتصير في مصايب. بينما الار بي دي انا احتماليه انه يفكه وينظفه عاليه لانه متحرك، هيك حيفكه ويحطه بكاسه المي اخر الليل، تمام. لكن الدكتور مقتنع انه لازم انه احنا بشكل عام اي بروستيسيس تايب نحطها في انسايد بيشنت ماوث انه نلزمه بالتعليمات ونكون متاكدين الاورال هايجين. الان شو الكومبوننت اوف ذا ار بي دي؟ عندي الكلاسب اللي هو دايركت ريتينر. هذا الكلاسب عباره عن قوس، تمام، او نصف دائره او ربع دائره بليب حوالين السن. الان هذا القوس راح ينزل تحت المكان اللي حكينا عنه الاندر كات، اوكي. فهو عباره عن نص دائره او قوس بيطلع من الماينر كونكتر وبينزل تحت السن تحت الاندر كات. الان الاندر كات هو عباره عن شيء، هو عباره عن شيء مخبى تحت السن. فمثلا هذا هو السن، هذا المكان اللي تحت الهايتف كونتور اسمه اندر كات، اوكي. الان الكلاسب وين راح يجي؟ راح يلف حوالين السن وينزل وين؟ ينزل في الكلاسب راح يجي وين؟ ثواني، حوالين السن وينزل وين؟ في الاندر كات. ثلثين الكلاسب فوق الاندر كات والثلث الاخير تحت الاندر كات، تمام. فاذا كم ثلث من الثلاثه اللي نازل تحت الاندر كات؟ ثلث الاخير فقط. طيب هذا بنسميها اندر كات، تحته بنسميها اندر كات. اذا اي شيء راح يكون تحت الهايت اوف كنترول او تحت الاندر كات لازم يكون فليكسبل. ليش؟ لانه هذا المكان زي ما حكينا داخل لجوا مكان مخبى، اوكي. فلما الطقم يطلع من محله من الاشي اللي مخبى هذا راح ينطعج ويطلع لانه صار داخل، صح؟ راح يطعج حاله ويطلع. فلما يطلع ما بدي يطلع وهو ريجيد، لانه هيك اذا طلع وهو ريجيد راح يحرك السن معاه، بدي فليكسبل عشان يطلع بسهوله، يعني يرجع يتمدد يصير مستقيم بعدين يرجع يطلع بسهوله. فاذا بدي ايش؟ فليكسبل. اذا 2/3 of the clasp rigid، 1/3 منه the last 1/3 منه flexible. هو الشيء الوحيد الفليكسبل في كل الايش؟ في كل ال RPD. هذه بدنا نتذكرها كثير منيح. طيب الكلاسب ايش وظيفته؟ ان دايركت ريتينر، يعني بيخلي الدنشر ثابت في محله، بيمنعه انه يتحرك او يطلع من ثم البيشنت خلال الحركه والاكل. فهو ذا اونلي anterior 1/3 هو ذا اونلي flexible بارت اوف ذا دنشر. الريست هو جزء من الـ RPD اللي بيكون محطوط على السن من الأعلى عشان يمنعه انه تسينك لتحت. طيب بما انه بيمنع الحركة تورد التشو هذا بنسميه ايش؟ support، صح؟ فإذا هو the primary supporting element عندي في الـ RPD الريست، لأنه وأحسن ما يمكن من السبورت باخده من الريست. ليش؟ لأنه بنقض القوة من الأوكلوزال فورسز على السن دايركتلي، والسن محاط بإيش بالضبط؟ محاط بالبيرودنتال ليجمنت، صح؟ متذكرينهم البيرودنتال ليجمنت، هذول بيجوا زي الزنبركات حوالين السن بيشتتوا القوة بحيث انه ما يضروا العظم، القوة بتتشتت فيهم بشكل كثير ممتاز. بالتالي هذا احسن شيء ممكن ناخذ منه سبورت اللي هو ايش؟ الريست، تمام. فحكينا انه برايمري وسكندري. الريست عباره عن برايمري، ليش؟ لانه باخذ السبورت من التيث والتيث بنقله للبرودنتال ليجمنت، والبرودنتال ليجمنت عباره عن سبيشلايزد مكان ريسبترز كثير يعني دقيقات وبتوزع القوة بشكل ممتاز. فهو located over the abutment. هو located over the abutment. الابتمنت طبعا هو الجزء من الـ RPD اللي راح تيجي عليه الأجزاء الـ RPD. يعني إذا شيء أجعله ريست بسميه ابتمنت، أجعله كلاس بسميه ابتمنت وهكذا.
اوكي فبيجي فوق السن، وطبعا ما بيجي فوق السن عشوائي، لازم نحضر له مكان عشان يركب عليه، نحضر له مكان عشان يركب عليه، وتحضير الريست سيت راح نيجي عليهم ان شاء الله. طيب الاجزاء الاخرى بيعطيني سبورت احسن من الكومبليت جنكشن. الاجزاء الاخرى من الار بي دي عندي الميجر كونكتر، ملاحظين الميجر كونكتر هو عباره عن شيء او جزء من الار بي دي اللي بوصل ما بين كل اجزاء الار بي دي من جهه لجهه، فدائما تذكروا انه هو فيه مصطلح الكروس ارش، الكروس ارش اللي هو بينتقل من ارش لارش، من جهه لجهه، اوكي؟ فبوصل بين اجزاء الار بي دي من جهه لجهه، هو اكبر شيء، هو جذع الار بي دي لانه اكبر شيء في الار بي دي، بوصل بين كل اجزاء الار بي دي من جهه لجهه، اوكي؟ الان بما انه هو ريجيد وبيمتد على مساحه واسعه، برايكم اذا اجت عليه الاوكلوزال فورتس مش حيمنع الدنشر انه ينزل لتحت؟ مش حيمنع الدنشر انه تو سينك تورد تشو؟ فاذا هو بيعمل لي كايند اوف ايش؟ اوف سبورت. فاذا هو بيساعد لي وين؟ بيساعدني في السبورت. وبما انه بيساعدني في السبورت فاذا اكيد راح يخلي الدنشر ستيبل. فاذا هو عنده، لانه هو ريجيد قوي بيمنع الدنشر انه ينزل لتحت، لانه هو بيمتد على مساحه واسعه، بيعطيني ستابيليتي واكيد سبورت. الماينر كونكتر هو اي شيء من الار بي دي اللي بوصل ما بين جزء من الار بي دي والايش؟ والميجر كونكتر. فمثلا هذا الريست، هذا الريست وهذا الميجر كونكتر، الشيء الواصل ما بينهم هذا بنسميه الايش؟ الماينر كونكتر. فاذا لو كان عندي حتى كلاسب وميجر كونكتر، الشيء اللي بوصل بينهم مباشره من دون ما افكر في الموضوع هو ايش؟ هو الماينر كونكتر. السدل اريا بتتقسم الى باوندد سدل وفري اند سدل. باوندد سدل يعني بين سنين، وفري اند سدل ما في وراها سن. تمام. الان عند الباوندد سدل بالعاده بنحط مش او لادر، طبعا راح نفوت في تفاصيلهم متى بنحط مش متى بنحط لادر، لكن المهم اللي تعرفوه حاليا انه المش عباره عن شيء ساندويتش، يعني في تحتيه اكريليك، هذا الاكريليك شوفوا هذا المكان تحول لهذا المكان، اوكي؟ ففي هذا المش عباره عن زي يعني زي الصلب او البادي تبع الار بي دي، في تحتيه اكريليك وفي فوقي اكريليك، هي الاكريليك اللي فوقي، ولو بدنا نطلع هيك من تحتيه راح نلاقي في تحتيه اكريليك. فاذا هو جاي ساندويتش، يعني هي الاكريليك، هي المش اللي باللون اللون الاسود، وبعدين في تحتيه كمان شو؟ اكريليك، اوكي؟ بعدين هو كمان واصل المش، واصل بوصل مع اجزاء الايش؟ الار بي دي، فهو مكمل مع اجزاء الار بي دي. تمام. اوكي. الجايدنج بلينز كثير مصطلح مهم، الجايدنج بلينز هم الاجزاء من السن اللي بنحضرهم عشان يقدر الدنشر يفوت في اتجاه واحد، فانا اذا حضرتهم بهذا الاتجاه الدنشر راح يفوت بهذا الاتجاه. فاذا الجايدنج بلينز بيعملوا لي باث اوف انسيرشن اند ريموفال، يعني انا كيف بدي اخلي البيشنت يدخل ويطلع الطقم، حيتحدد هذا الشيء بواسطه الجايدنج ايش؟ جايدنج بلينز، لهيك اسمهم جايدنج guiding planes. planes نتذكر انهم planes وليس plates، في فرق بين planes والplates. فالدنشر لازم ينعمل على one path of insertion and removal اللي هو احنا بنحدده بناء على guiding planes. فهم اذا بدنا نيجي نحط لهم تعريف، في bounded saddle بيكونوا the proximal surface or the surfaces to be parallel to each other، لازم يكونوا parallel اكيد لانه الاتجاه واحد، فلازم يكون هذا الاتجاه يساوي هذا الاتجاه. في الاوبن سادلز، في الاوبن اندد سادلز حيكون هل في عندي تو تيث ولا عندي وان توث؟ اكيد عندي وان توث، بالتالي عندي بس وان ايش؟ جايدنج بلينز. فاذا هون عندي وان جايدنج بلين، هون عندي وان جايدنج بلين، تو جايدنج بلين. في الباوند سادل عندي اثنين، وفي الفري اند سادل عندي واحد جايدد بلين. تمام؟ زي ما هو واضح عندي بالصوره، اذا ما حفرت، اذا ما عملت الجايدنج بلين ما حيفوت الدنشر باتجاه واحد، هنا احنا حفرناهم بالتالي فات وطلع باتجاه واحد، لكن هنا ما عملناهم، شو اللي صار؟ اللي صار الدنشر يفوت باتجاه وبفوت من هذا الاتجاه كمان، بفوت من هذا الاتجاه، بفوت من اكثر من اتجاه، بالتالي هذا الشيء مش ستيبل. تمام؟ هسا في حال انا صممت الجايدنج بلينز بدنا نتذكر انهم بيمنعوا لي اكثر من شغله، هم بيحددوا لي الباث اوف انسيرشن اند ريموفال، لكن بنفس الوقت بيعطوني ريتنشن، وهذا الريتنشن حكينا عنه اللي هو عباره عن فريكشنال ريتنشن ما بين السن وما بين الار بي دي، ما بين الجزء من الار بي دي. فهو لما الجايدنج بلين يمشي على البليت، قصدي لما الدنشر يمشي على البلين على السن، راح يعني يحتك فيه شوي، الفريكشن هذا بيعمل لي ريتنشن لانه هو ممانعه
لخروج الدنشر من محله. فهذه فيها نوع من الريتنشن بنسميه فريكشنال ريتنشن، بيمنع الدنشر انه يطلع من محله. فبريفنت ذا موفمنت اواي فروم ذا تشو، هذا اسمها ريتنشن. لكن من وين اجت؟ من الفريكشن، من الحك، احتكاك ما بين الدنشر ما بين السن. فاذا هذه ميزه من ميزات الجايدنج بلان، اني انا حصلت منه ريتنشن كمان. ستابيليتي، لانه بيمنع اللاترال موفمنت. فتخيل انه هو خلص جاي مسح السن مع الار بي دي، كيف راح يتحركوا يمين وشمال؟ ما حيقدروا، صح؟ لانه خلص جاي مسح مع بعض، لازقين ببعض، تمام. فاذا هذا الشيء بيساعدني في الايش؟ في الستابيليتي. زي ما احنا شايفين هون حكينا بيعطيني بيتر ستابيليتي اجينست لاترال موفمنت، بيعطيني فريكشنال ريتنشن والى اخره. طيب هسه المقابل للجايدنج بلين، الجايدنج بلين على السن، المقابل لإلهم على الار بي دي بنسميهم جايدنج بليتس. فاذا عندي بلين ان على السن، السن طبعا السن نهايته ان والبلين ان، فالجايدنج بلين على السن. البليت نهايته تي على الار بي دي، اوكي، فالتي على الار بي دي والان على السن. فالبلين على السن هاي انا كاتبها، والار بي دي والبليت على الار بي دي. فبرضه البليت لازم يكون parallel to each other to determine the path of insertion. هم بيساعدوني كمان انه الكلاس اكشن يكون positive. يعني شو يعني positive؟ يعني يشتغل صح. الان اذا خليت الباث اوف انسيرشن اند ريموفال باتجاه واحد، الكلاسب راح يعرف وين يفوت وين يطلع، لانه خلص صار في باث معين بيقدر الكلاسب يفوت في الاندر كت بالضبط، لانه حكينا هو بس بفوت على يعني ذا لاست ثيرد من الكلاس، بس هو اللي بفوت في الاندر كت. فاذا الدنشر صار يفوت يطلع باكثر من اتجاه، احتمال الثيرد ذا لاست ثيرد ما تقدر تفوت في الاندر كت بالشكل الصحيح. فهذا الشيء يعني بيساعدني انه الكلاس بيشتغل بشكل صحيح. بنقسم البارتشر دنشر الى اقسام بناء على السبورت او الايدنشال سبيسز. ليش بيهمني اقسمهم؟ عشان نقدر نسرع عمليه الوصف الحالي بين بعض، ونعمل جود كوميونيكيشن مع الدنتال لاب. يعني نحكي له كلاس 1 خلص بيعرف شو هو الكلاس 1. بدنا نقسمه بناء على السبورت، يعني شو نوع السبورت اللي بحصله دنشر من الاسنان والتشو. فاذا كان الدنشر عنده ريستس، تمام، بنسميه توث سبورتد، لانه الريست تعمل لي سبورت حكينا على السن. فتوث سبورتد اذا كان ايش؟ من السن، اذا عنده ريست قصدي. اذا ما كان عنده ريست، يعني كان اكريليك ار بي دي بالمعنى الاخر، كان اكريليك، الاكريليك ما عنده ريست، لانه الريست ميتال والميتال في الميتال ار بي دي، الاكريليك ار بي دي ما فيهم ميتال، بالتالي ما فيهم ريست، تمام. فبيجي الريست سبورت تبعه من وين؟ من التشو. فالتشو حتعطيني تشو سبورتد، تمام. هذا بالاخص وين بيجي؟ في الاكريليك ار بي دي، في الاكريليك ار بي دي زي ما هم كاتبين، اوكي، توث بون ار بي دي في الكوبلت كروميوم. هسه توث سبورتد، توث اند ميكوزا بون سبورتد، يعني البيشنت اللي عنده فري انسدل، جزء منه بون، جزء منه ميكوزا داعي الميكوزا، وجزء منه شو؟ ريست. فهو لانه ما عنده ريستين على اليمين وعلى الشمال، هو عنده ريست واحده، فاعتبرناه توث سبورتد من جهه، وعلى الجهة الأخرى راكب على التشو، بالتالي هو تشو سبورتد. فتوث تشو سبورتد. كلاسيفيكيشن بناء على الكينيدي كلاسيفيكيشن، بناء على الايدنشال سبيسز، الكلاس دائما عكس السدلز. فإذا إذا كان عندي تو سدل تو ثري ان سدل بنسميه كلاس 1، إذا كان عندي 1 ان ثري ان سدل 1 ثري ان سدل 1 ثري ان سدل بنسميها كلاس 2. طيب إذا كان عندي سدل لكنها باوندد بنسميها كلاس 3. طيب اذا كان عندي سدل انتيريرلي ولازم بدنا نحطها حاله قبداننا من هون لنتخرج، لازم الثري كلاس 4 الانتيرير سدل هاي تو كروس ايش؟ الميد لاين. يعني هذا السؤال كثير بتكرر وين؟ في العيادات. تذكر كثير منيح كلاس 4 لازم نحكي انها كروسنج ذا ميد لاين، انتيرير سدل كروسنج ذا ميد لاين. ليش؟ لانه ممكن يجيني سؤال في الامتحان يحكي لي اوكي انت عندك انتيرير سدل من الكناين لا السنترال على نفس الجهة، انت والله حتحكي خلص انتيريور سدل يلا كلاس 4، بس حيكون جوابك غلط لانه not crossing the midline، لازم انها تعبر الميدلاين، بالتالي جواب بيكون اذا على الصيغة اللي حكيتها كلاس 3. طيب الان crossing the midline هذه حكيتها، مهم جدا نكون ايش؟ عارفينها. طيب اذا كان عندي اكثر من سدل بنختار the most distal one، نمشي distally بعدين بنسمي
بناء على الديستال سايد، فبنشوف وين اكثر سد الديستالي بنسمي عليها. فهنا اكثر سد الديستالي هذه كانت، نعتبرها هي موجوده والباقي مش موجودات، نعتبر ان المكان هذا كله بس في سد الوحده لما نسمي بالبدايه. فعندي سد الوحده بالبدايه، ف1 سد يعني كلاس 2، فاذا هذه مبدئيا اسمها كلاس 2 صح؟ تمام. سد الهون، وفي عندي سد الهون، هل بسميها كلاس 3 كلاس 3؟ لا ما بسميها زي هيك، بس بعدهم عد. موديفيكيشن بنسميها كلاس 2 موديفيكيشن ايش؟ 1 2 موديفيكيشن 2 كلاس 2 موديفيكيشن 2 بس زي هيك. اوكي، فانا بشوف الموست ديستال 1 بعدين بعد الموديفيكيشن، فهي اذا هون كلاس 2 موديفيكيشن 2. اذا بدنا نخلع هذا السن راح تصفي هذه السد الفري انسدل هذه الفري انسدل، فبتقلب الحاله شو؟ كلاس ايش؟ كلاس 1 صح؟ كلاس 1 والموديفيكيشن 1 فهمناها؟ طيب لما نصب لما نعمل الامبريشن، لانه في عندي اسنان فلازم اخذ الامبريشن بماده الاستيك لانها حتفوت في اندر كات وتطلع من الاندر كات، ما باخذها بامبريشن كومباوند زي ما عملنا في الكومبليت دينشر، لا باخذها بشيء الاستيك. والمواد الالاستيك اللي بتذكر من انت الماتيريال هم اللي ممكن نستخدمه حاليا مستثمرين بالعيادات الالجينيت، او ممكن اذا كنا معانا مصاري وممكن البيشنت يدفع نستخدم له ماده اغلى شوي سيليكون، بوث ار الاستيك، المهم تكون الاستيك عشان تفوت في الاندر كات تبعون الاسنان وتطلع منها بسهوله، مش ماده ريجيد زي الكومباوند تفوت وتنشف وتعلق هناك. تمام. الان الماده اخذناها بالالاستيك ماتيريال وبعدين بدنا نصبها، لما نصبها لازم نصبها بجبس، جبسن برودكت يكون قوي. الان اقوى انواع الجبسن برودكت اللي ممكن تصب فيه هو الستون. الستون طب ليش ما اخترنا بلاستر زي كومبليت دينشر؟ هسه كومبليت دينشر ما كان فيه اسنان، تمام؟ الاسنان يعني بتعرف هم بروجكشنز بالاخر، انا بخاف انهم يتكسروا مع الشغل، بس هذاك الكومبليت دينشر كان عباره عن رج، سطح ممسوح مسح. اوكي؟ فهذا بنسميه فهذا بيخلي خوفنا على الاسنان انها تتكسر عالي، بالتالي بنستخدم لها ماده شو؟ ستون، which is harder than ايش؟ البلاستر. لانه في شيء حنعمله اسمه سيرفينج، يعني بدنا نعمل سيرفي مسح على الايش؟ على الاسنان هذول اللي بنرسم عليهم وكذا، فبنخاف يتكسروا من خلال السيرفينج. احسن تري نستخدمها هي مش البلاستيك، هي البوكس ميتال ريم بلوك تري، تمام؟ احسن تري نستخدمها هاي بنضل حافظينها في البال. السيرفاير له اجزاء لازم نكون عارفينها، عندي البيس وعندي الفيرتيكال ارم الهوريزونتال ارم والماندريل والادجستبل تيبل اللي هو هذا اللي بنحرك فيه الكاس اللي اكيد اشتغلتوا عليه باللاب، تمام؟ هسه الان في عندي اكسسوارز بنضل نغيرهم، بنحطهم وين؟ بنحطهم على هذا الجزء من السيرفير، بنضل نغير، مرات بنحط الانالايزنج رود، مرات الكربون جرافايت ماركر، مرات الواكس تريمر، مرات الاندر كات كوت، راح نتطرق لهم ان شاء الله. الان مبدئيا احنا عشان نحدد الاندر كات، مش احنا بدنا نحدد الاندر كات عشان نحط تحتيهم الكلاس بات، فالاندر كات الانالايزنج رود بالبدايه بتخليني اعرف وين الاماكن الاندر كات، يعني عم تلمس الهايت اوف كونتور تبع السن، اعلى نقطه بالسن، عشان اعرف انه المنطقه اللي تحتيها هي عباره عن شو؟ عن اندر كات. هيك بتعطيني انطباع ولو بسيط وين اماكن الاندر كات، فبس ايش؟ لوكيتد، ما بتحدد لي اياها ولا بترسم لي عليها ولا اي شيء. فنو مارك، هاي نركز عليها انه نو مارك، اوكي؟ طيب ليش بدنا الاندر كات؟ عشان بدنا ندخل جواتهم الكلاس، اوكي؟ طيب هسه الكومن باث ديسبيسمنت، بدنا نتذكر الكومن باث ديسبيسمنت هو عباره عن باث موجود عند كل البشر، يعني هيك اسمه كومن، واحنا كدكاتره ما بنتحكم فيه، هو موجود عند كل الناس. هسه هذا الباث كومن اوف ديسبيسمنت، يعني المريض لما ياكل الطقم بحب انه يطلع على هذا الباث، بحب انه يطلع على هذا الباث. كيف هذا الباث بيكون؟ هاي الاوكلوزال بلين بيكون 90 درجه على الاوكلوزال بلين، يعني البيشنت كل ما ياكل الطقم بيحاول يطلع بشكل 90 درجه على الاوكلوزال بلين. طب انا شو وظيفتي؟ وظيفتي امنع هذا الشيء انه يصير، صح؟ بالتالي انا راح اعمل انذر باث اللي نخلي المريض يقدر يدخل ويطلع الطقم عليه، باث غير الباث اوف كومن ديسبيسمنت، يعني انا بدي احاول اتجنب الباث اوف كومن ديسبيسمنت، اخلي الطقم مجبر انه يطلع ويدخل من مكان اخر، تمام؟ هذا اسمه alternative tilt او alternative path of insertion and removal. ليش اسمه هيك؟
يعني هو باث جديد انا عملته عشان اخلي البيشنت يدخل انسيرشن اند ريموفر يطلعه عليه. تمام. طيب سؤال، احنا كيف بنحدد هذا الباث؟ كيف بدي اختار انه هيك يفوت مثلا على هذا الشكل؟ عن طريق شو حكينا عنهم؟ الجايدنج ايش؟ جايدنج بلينز، هيك اسمه جايدنج بلينز، بيحددوا الباث اوف انسيرشن اند ريموفر. اوكي فالصورة هاي بتوضح لي الفرق بين path of common displacement رقم 2 90 درجة على occlusal plane والpath of ايش؟ of insertion and removal اللي انا حددته. كيف حددناه؟ بناء على ال guiding planes هدول، هذا ال guiding plane اللي رسمنا هون وهذا ال guiding plane، كثير واضح كيف انه حددناه. تمام؟ طيب انا حددت ال guiding planes ورسمتهم وعملت ال path of insertion and removal. الان بهمني في عملية surveying، السيرفينج اللي احنا بنحدد وين اماكن الاندر كات، نعمل مسح عام نحدد وين اماكن الاندر كات. طيب ليش حددناهم؟ لانه ما بدي يفوت فيهم اي شيء غير الثلث الاخير من الكلاس، فاي شيء ريجيد نوت فليكسبل ما بدي يفوت، الثلث الاخير من الكلاس هو فليكسبل. فاذا فات شيء ريجيد في الاندر كات راح يصير صعب انه يطلع، راح يحرك السن محله وهو بيطلع. تمام؟ ذا مين ايم اوف سيرفينج في الار بي دي تو انشور ذات نو اني ريجيد بورشن ويل لاي ان ذا اندر كات. الفليكسبل بارت من الار بي دي هو فقط ايش اللي حيفوت في الايش في الاندر كات. خلصنا، اعطيكم العافيه.